بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أوجه شكري إلى القائمين على هذا الملتقى العلمي الدولي الذين أتاحوا لنا فرصة المشاركة في إشغاله بمداخلتنا العلمية الموسومة بتعليمية اللغة الإسبانية في البيئة العربية المغرب الأقصى والمدجل. ومن البداية أقول أن الوطن العربي يعيش في الوقت الراهن وضعا جديدا طغت عليه العولمة وعصر الانفجار المعرفي والمعلوماتي، وقد امتد تأثير العولمة ليشمل قطاعات واسعة جدا من البلدان العربية والإسلامية، شملت المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ولقد أكدت العديد من دراسات ضعف أداء المؤسسات التربوية والتعليمية العربية في إعداد المعلمين وتأهيل الطلبة ثقافيا وتربويا، لذلك تم وضع نظم تعليمية ومناهج تربوية لمسايرة التطور المعرفي والحضاري. وقد أدى هذا إلى تكثيف الجهود من أجل تطوير النظرة البيداغوجية وترقية الأداءات الإجرائية في حقل تعليمية وتعليم اللغات الأجنبية، منها تعليم اللغة الإسبانية في الفضاء العربي المغاربي موضوع هذه المداخلة. حتما إذا بسبب ضيق الوقت سأتجاوز الإطار النظري والمفاهيم التعليمية لأتحدث عن واقع اللغات في عصر العولمة. وأشير هنا أن العولمة أو مونديالزاسيون أو جلوباليزاسيون هي ذلك التكامل والاندماج لاقتصاديات العالم نتيجة الانفجار المعرفي والتكنولوجي الذي ميز القرن العشرين وجعل من العالم قرية صغيرة كما يقال. لقد تجلى ذلك واقعا على مستوى السوق من خلال انسيابية حركة تدفق المنتجات التجارية والخدمات والتقنيات والمعلومات عبر الحدود. وعلى الرغم من أنه غالبا ما يلحق مصطلح العولمة في الأدبيات الاقتصادية بالجانب الخاص بالمجال الاقتصادي والمادي، أي بإنتاج السلع والخدمات والتسويقية، إلا أن امتداداته قد طالت جانب اللغة التي تعد في ظل رأسمالية السوق أداة هامة للتجارة والتواصل الدولي. التواصل الدولي الذي ينتج عنه عوائد مادية هامة على اقتصاديات الدول، لذلك كثير ما تثير العولمة تحديات كبيرة على المستوى اللغوي، ويتعلق الأمر بالمكانة المتنامية للغات المهيمنة في الإنجليزية حاليا، وربما غدا لغة المندارين اللغة الصينية على حسب الهيمنة العالمية. نعم، وما تمارسه من دور كبير في المشهد العالمي، حيث أصبح ينظر إليها على أنها لغة عالمية مشتركة تعمل على تعميم نمط التفكير والاتصال والتبادل والاستهلاك بين دول قاطبة، وهو الدور الذي سينتقل في المستقبل إلى لغات أخرى كاللغة الفرنسية والألمانية والإسبانية، هذه الأخيرة التي تتمتع حاليا بانتشار دولي كبير. الإشارة هنا أنا اخترت المغرب الأقصى والمدجن نظرا للغة الإسبانية، نظرا للموقع الجغرافي وأيضا في الجانب التاريخي، يعني كان اللغة الإسبانية كان من الأقرب أن تأخذ المغرب الأقصى كنموذج. عساها تكون ننتقدها كتجربة نستفيد منها لتعزيز هذه العملية التعليمية تعليمية اللغات الأجنبية. بالنسبة للغة الإسبانية، ما يمكن ملاحظته على المستوى العالمي أن الإسبانية أو اللغة القشتالية الكاستيانو من أهم اللغات في العصر الحديث، حيث يتجاوز نطاق انتشارها 3 قارات. تعد اللغة الرسمية لأكثر من 20 دولة موزعة في أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية وكذلك إفريقيا. تعد الإسبانية مثلا لغة رسمية في الدول التالية: إسبانيا والمكسيك، الأرجنتين، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، كوبا، الجمهورية الدومينيكية، الإكوادور، غينيا، غينيا الاستوائية، السلفادور، غواتيناما، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، الأوروغواي وفنزويلا، وهي أيضا اللغة الرسمية في بورتوريكو، ويتحدثها أكثر من 520 مليون متحدث أصلي. تشير بعض الدراسات إلى عدد 400 مليون شخص يتكلمون اليوم اللغة الإسبانية، منها 41 مليون متحدث في الولايات المتحدة مثلا في تكساس وأوهايو. هذا الرقم الذي يشكل 13% من عدد السكان في أمريكا الشمالية، لهذا يمكن عدها اللغة الثانية بعد الإنجليزية في أمريكا والثانية كذلك بعد البرتغالية في البرازيل. فهي اللغة الأم رقم 5 بين اللغات الأكثر شيوعاً في العالم، وتعد اللغة الإسبانية لغة ثقافة من الطراز الأول، فغنى أدبها بما قدمته للأدب العالمية من شخصيات أدبية مرموقة ونصوص عالمية كدون كيخوتي دي لا مانشا، لازاريو دي تروماس، ملحمة السيد كامبيادور، لا تيل سيتينا سيرفانتس، كالدون دي لا باركا، لوبي دي فيغا لوركا إلى آخره.
وترى دراستها الإنسانية وسهولة التواصل بها جعلها تحتل مكانة عالمية وتشهد إقبالا كبيرا لتعلمها، مما أسهم في انتشارها وزاد من فعاليتها وتأثيرها. أما عن تعليم اللغة الإسبانية في المغرب، فمن الوجهة التاريخية لا يمكن تحديد على وجه الدقة التاريخ الذي بدأ فيه استعمال اللغة الإسبانية في المغرب كوسيلة اتصال بين المغاربة، لكن المؤكد أن وجود هذه اللغة في المغرب يعود لكون شمال المغرب قد كان مستقرا للاجئين والمهاجرين من إسبانيا عقب سقوط آخر المماليك الإسلامية في الأندلس، وخاصة مع طرد اليهود من كشتالة وأوراغون في حدود عام 1492، حيث قرر الآلاف من السفارديم وهم يهود الأندلس الاستقرار في المغرب والعديد منهم في الشمال تحديدا خاصة في تطوان، ثم في وقت لاحق في طنجة. كما أدى طرد الموريسكيين فيما بعد في حدود سنة 1609 إلى حدوث هجرات جديدة. إذن هم هناك يهود السفارديم هم يهود الأندلس، هم مؤيدين للقضية الفلسطينية، ويهود الحارزيم هم الحارزيم مؤيدين للقضية الفلسطينية، والآخرين مؤيدين لإسرائيل. هناك نعم من المهاجرين الموريسكيين من ذوي المعرفة الجيدة باللغة والثقافة الإسبانية إلى هذا البلد من المغرب العربي، حيث تشير الإحصاءات إلى حوالي 325 ألف موريسكي كانوا في إسبانيا في ذلك الوقت، ما بين 40 ألف إلى 60 ألف اختاروا المغرب كوجهة خاصة تطوان، وكان كثير منهم ثنائي اللغة حيث كرسوا أنفسهم بترجمة النصوص من الإسبانية إلى العربية. لذلك ليس من المستبعد أن تجد الكثير من العوائل المغربية لا زالت محافظة على ألقابها الإسبانية كلقب تورس ومولينا، تورس مولينا. أما في المجال الثقافي والتعليمي، فأول اتفاقية في المجال الثقافي بين إسبانيا والمغرب تم التوقيع عليها في 7 جولي 1957، وكانت بمثابة اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بمعنى الواسع مع زيارة العلماء الباحثين وتقديم المنح الدراسية ونشر التعليم وتعزيز لغة وثقافة الطرفين. كما تم وضع الشروط الأدنى من القواعد لتحقق الأكاديمي للشهادات مع الاعتراف بصلاحية الأكاديمية والمهنية الكاملة للشهادات والألقاب العلمية الإسبانية، في حين وعد بمنح كافة التسهيلات لاستخدام اللغة الإسبانية. أما في الحديث من حيث الواقع التعليمي الفعلي للغة الإسبانية في المغرب، فيمكن الإشارة هناك ثلاث قنوات رئيسية في تدريس اللغة الإسبانية في المغرب، وهي تعليم المغربي للإسبانية المنظم من قبل وزارة التربية والتعليم ويخص المراحل الابتدائية والمتوسط والثانوي والعمل التربوي. الحديث تحدث عن معهد سيرفانتس، نركز حديثنا الآن على معهد سيرفانتس، وهو أهم القنوات من بين هذه القنوات الثلاث، حيث ساهم معهد سيرفانتس انستيتيو سيرفانتس بفروعه المنتشرة في أغلب دول المغرب العربي عموما وفي المغرب على وجه الخصوص 11 مركز في 5 مدن هي الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة وتطوان، في انتشار اللغة الإسبانية والتعمق في تعليمها وتعليم المنظومة الثقافية الإسبانية من خلال قاعدته التعليمية. أما عن معهد سيرفانتس ودوره في تعليم اللغة الإسبانية في المغرب، يمكن القول أن هذا المعهد يتمتع في المغرب بحضور كبير ومسيرة ثقافية وتعليمية متألقة، ولقد جاء على أعقاب ما كان يسمى بمراكز الثقافية الإسبانية بعد تحديثها. هناك بعض الجداول، بعض الإحصاءات. في الأخير هناك جدول يمكن واحد يمكن من خلاله ملاحظة البيانات الإحصائية من المراكز الخمسة التابعة لمعهد سيرفانتس بالمغرب لسنوات 1999 2000 2001. مثلا تنتشر هذه المعاهد في دار البيضاء مثلا العاصمة، وفاس، الرباط، طنجة، تطوان. نسبة العدد المسجلين مثلا في الدار البيضاء من سنة 1999 2126 2001 2224 خلاص. إن هذا في الجدول في هذا جدول الإحصاءات دوافع تعلم الإسبانية في هناك الأسباب. نعم، أسباب دوافع لدراسة اللغة الإسبانية في معهد سيرفانتس بالمغرب في المغرب تحديدا، أولا مثلا من أجل متابعة دراسات أخرى في إسبانيا 17%، من أجل اختيار إسبانيا كلغة أجنبية في الثانوي 16%، بسبب وجود عائلة تتكلم الإسبانية أو من أجل الإقامة بإسبانيا 12%، من أجل الحصول على عمل في إسبانيا
11% بسبب الاهتمام بالآداب والثقافة لإسبانيا 9%، من أجل العمل في مؤسسات لها علاقات بإسبانيا 4%، ومن أجل العلاقات المؤسسية مع إسبانيا الموظفون 3%، من أجل تدريس الأبناء في مراكز تعليم إسبانيا 7%، رغبة في قضاء الصيف في إسبانيا. هناك أسباب أخرى أيضا، وشكرا. شكرا أستاذ على هذا الدرس.